95 عديات 96 شيء. ريس حسان قديه حقك تمام؟ وقديه صح دي حاجة بدلعك سلم واستلم. أنا لا أحب العقود ولا الشكل. أوامرك يا ريس حسان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مع ألف سلامة. مع السلامة. مع السلامة. هم هم انت هو يلا همه هم يلا 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 مع السلامة. مع السلامة. السلام عليكم يا كبير. وعليكم السلام. خبر ايه يا محروس؟ مالك مسروق على ايه؟ نافع البنداري مات من شويه. لا حول ولا قوه الا بالله. ده عنده عيال صغيرين. مات كيف؟ ده كان بصحته وعافيته. بيقولوا كان بايت مع دياب قدام بيت همام وجرسه حنش. ودياب ما سعفوش ليه؟ ولا ما سمعش صريخه؟ روح انت روح. فوتك من دياب يا كبير. خلينا في نافع. نافع ما جراش ليه على اي بيت ينجده يموت كده من سكات. لاقيهم كانوا متولين واخدين مخدرات ومش دارين باللي بيجرى حواليهم. بقول لك ايه، المهم لما الرجال عشان نروح نحضر العزاء والجنازه. يلا مش واجب برضه يا كبير نبعت العيال وشغل غله؟ ايوه واجب برضه. خلاص حمل الرجاله والعربيات ونعاود على النجاح، وهناك تبقى العربيات تحمل الحريم علشان تعزي نفسها. حاضر يلا يا يلا. لا حول ولا قوه الا بالله. يا حلاوة يا أولاد، إيه القمر ده؟ إيه القمر ده؟ إيه الحلاوة دي؟ طيب قولي بحبك يا همام. بحبك يا همام. إيه بحبك يا همام، وأنت كمان قولي. جرز. مين دي؟ عوت. بحبك يا همام. قولي بحبك يا همام. مالهم دول؟ فيها خواجة رايحين فين؟ تعالوا هنا. تعال انت سبقني ليه؟ تعال خواجة فيها ونزعلتهم ولا ايه؟ لا لا ما تقلقش اقعد اقعد. يا حلاوة يا اولاد كاني عايش في الجنة صح. يا سلام، وخصوصا يا خواجة بعد الفشامة اللي انت اعطيتها لي. صاحبك كان بيضحك عليك يا همام. فيتامين سي. صاحبي عمره ما ضحك عليا يا خواجة. صاحبي كان بيقول لي ان هو زي ما بتقولك ده علاج للبرد. بس تعرف يا خواجة وكتاب الله كان بيجيب معايا نتيجة. اسمع بقى لما اقول لك بقى. ايه؟ طب استنى قول. انا عندي عقل واحد. ايوه. بالطريقة دي لو استمريت معاك هخسره. همام سؤال تجاوبني عليه بجد. انت عايز تشتغل معايا ولا لا؟ انا عايز اشتغل معاك يا خواجة وكل حاجة، بس يعني كنت برضك عايز اسمع كلام صاحبي وحبيبي مناع لما قال لي مبطل زراعة الحشيش. ما عادش يجيب همه يا خواجة. عشان كده كان بياخد المكسب لنفسه وبيضحك عليكم وبقى غني وعنده أراضي ومصانع وانتوا لا. خلاص يا خواجة قول لي مناع كان بيبيع لك طن الحشيش بكام وانا اعرف ساعتها ان كان بيسرقني ولا لا. هاي فريمان، بالشكل ده همام ومناع مش هيرجعوا اصدقاء ابدا تاني. اسمع فريمان، انا عارف انك مالكش في سكة المخدرات، ولكن انت اللي هتوجه همام لانه مش هيثق في اي حد تاني غيرك. اوكي هبعت لك لوجاني وهيساعده انه يعمل اي حاجه انت تقول عليها. رايت باي. ايه يا مناع، عايز تعمل مصلح اقتصادي؟ انا هخليك تستحق جايزه بني للدمار الشامل. الو. ايه ده خواجه؟ ايه ده؟ انت فاكرني ما اعرفش استقرا ولا ايه؟ كتبني بقول انفار يا خواجه؟ لا يا خواجه انا عندي سجن ولا انا كتب بقول انفار. ايه ده ايه ده بس؟ انت لو رحت الحكومه دلوقتي عشان تطلع بطاقه عايزهم يكتبوا لك ايه في خانه الوظيفه؟ مدير عام؟ اكتبوا ان انا رجل اعمال، اكتبوا ان انا من الاعيان، اكتبوا لي كبير عيل يا خواجه، بس ما تكتبونيش بقول انفار. ده كارنيه مؤسسه يا همام، واحنا ما عديناش وظيفة تناسبك وتأمن لك حرية الحركة إلا الوظيفة دي. ماشي يا خواجة، ما نشوف آخرتها. هداريها من العيلة عشان لو حد شافها ممكن يتملس علي. المهم دلوقتي أنا أعرفك على شخصية مهمة جدا هيساعدك
وهيعلمك ازاي تأمن نفسك ويسلمك البضاعة وتسلمها له بطريقة سهلة جدا. ايوه خواجة، بس انا قلقان، خايف، حاسس انكم كده ممكن تغدروا بيا. نغدر بيك ازاي؟ ده انت الراجل بتاعنا، واللي انت عايزه احنا عايزينه وهنساعدك في تحقيقه. عايز تاني فلوس؟ هنديك فلوس كتير، وسلاح، سلاح حديث هيضمن لك تبقى الزعيم ويساعدك ترجع الفلوس اللي خدها منكم مناع. ايوه خواجة، كلكم ورجوع الحق لناسكم تاني. اخر حاجة كنت اصدقها ان مناع ياخد لوحده قد ما بتاخد عيلتي كلها. هو مناع كان بياخد التلت، والتلتين بيوزعهم على كل اهل النجعة، عشان كده بقى عنده مصانع ومزارع وبقى في العظمة اللي انت شفتها دي. طب وهنرجع حقنا كيف يا خواجة؟ ما اقدرش اقولك ازاي، لما اضمن انك تبقى معانا وتنفذ اوامرنا وما تخالفهاش ابدا. انا معاكم يا خواجة، انا معاكم، واحلف لك على كتاب الله ان انا معاكم. جو، دخل سينيور لوجاني. مين؟ اسمه الرجل ده؟ كفاية تقول له سينيور. تحت امرك خواجة فريمان. اهلا يا همام. اهلا يا سنيور. اهلا يا سنيور. ازيك؟ الحمد لله يا سنيور. تفضل، عايز اتفق معاك على حاجه كده. قول. احنا عشان نباشر خطوات الانتاج من اولها لاخرها لازم يكون لنا بيت في النجع، واي حاجه انت عايزها وتحتاجها من فلوس او سلاح هنديها لك. وما تنساش يا همام انك داخل حرب كبيره قوي، الحرب دي لازم تنتهي بنهايه عيله حسان. وانا اضمن لك تبقى الاقوى، بس بشرط اضمنك انت الاول يا همام. ديني يا ابوي علي كسر ياسين كسر السود عيني يا ابوي من فوق ظهر يا مؤاخذة، ما خدتش بالي انك قاعدة هنا. ما حصلش حاجة، شوف انت هتعمل ايه. انا كنت جاي اطمن ان المزقة فيها مية. انت ليه ما رحتيش معاهم العزاء؟ وانت مالك؟ حقك علي، اصلهم اول مرة يهملوكي وحدك، قلت اطمن. انا ما بحبش البندرين ولا بحب اخد بخاطرهم، اصلهم سبب وقف حالي بالزور. ما تخزنيش في السؤال، يعني انت ليه ما اتجوزتيش لحد دلوقتي؟ اصلك حلوه قوي. اصلي بصراحه يعني انا ما شفتش واحده بجمالك قبل سابق. ما تتحشم يا باشمهندس، ولا عشان سمحت لك تتحدث معاي تقوم تجل حياك. انت اول واحده اتكلم معاها من وقت ما جيت هنا، فما تاخذينيش يعني لو طلعت مني كلمه كده ولا كده. صدقي انا كنت نسيت صنف الحريم لحد ما شفتك وانت بتسبحي في المسجد. يا مصيبتي. ما تخافيش، مش هقول لحد. انت كنت متسوس فين؟ اوعك تقول لي وسط الزرع. متسوس؟ والله ما كان قصدي. اسكت اسكت خالص يا فضيحتي يا فضيحتي. طب اسمعيني. طيب انت قليل الحياه، اوعك تقرب مني ولا لسانك يخاطب لساني. يا بنت الناس، قلت لك مش قصدي. قلت لك بعد عني، بعد عني لصرخ وخليهم يقتلوك وانت واقف. قتلوني وانا واقف كيف يعني؟ ايه الغباء اللي انا فيها دي؟ حد يقول الكلام اللي انا قلته ده؟ انا هببته دي اعمل ايه يا نسمه؟ بالله عليك ما تزعليش مني. بعد عني، انا بكرهك. وانا بحبك من وقت ما شفتك وانا ما بنامش. انا حاسس بالذنب ناحيتك، بس بقول يمكن
ربنا عامل كده عشان تبقى من نصيبي. ربنا قال لك تغض بصرك مش تتجسس على الناس الآمنة. روح يا شيخ الله يسامحك، كشفت سري وفضحتني قدام روحي. اسمع، لو طلبت يدك من أبوكي توافقي؟ ما تتعبش نفسك، أبويا مش هيوافق ولا أنا هقبل واحد زيك قليل الحياة، وسيبني في حالي. حقك عليا مرة تانية، أنا قليل الحياة فعلا. إيه اللي أنا عملته ده؟ لو قالت لأبوها هقف قدامه كيف؟ هحط وشي في وشه كيف؟ أنا لم خلقاتي وارحل. طب أروح فين؟ يدبرها ربنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، أول مرة في عمري الكبير أشوف دياب حزنان وبيبكي كيف الحريم. حاسس بذنبه، يقول له للمخدرات اللي بياخدوها كان يمكن يحس بيه ويسعفه، لكن ما درش بحاجة. عشان يعرفوا انك كنت عاوز صالحهم لما قلت لهم يبطلوا الهم دي. كل واحد عقله في راسه يعرف خلاصه، وكل كبير يتحمل وزر عيلته. انتوا هتقعدوا هنا؟ فيها ايه؟ بيتنا وملناش متوى غيره. بس نسمع هناك في الارض، وفاكره اننا هنعاود. قاعده هناك وحديها؟ قالت مالهاش صالح بعزا نفيسه ولا بالبندريه كلهم، قاعده تغسل مواعين. مين هناك من رجال عيلتك؟ هناك ولدي بكري وزرزور والرجال اللي بيحرسوا الشونة كلهم. وكم مرق دي؟ مرت وهدان على مرت عمران، قاعدين في الغير. يبقى ما ينفعش تقعد هناك وحديها، شي حد من الرجال يجيبها نجي. حاضر اخوي. انا هدخل اشوف ايه التاكل الحكم، البيت بقى زي الخرابة، تحتار في الوكل وتحتار في الشرب. شكلك ولفت على هناك يا عديلة. ومن يكره راحة البال، هتساعديني ولا لا؟ لا. انت ليه ما تجوزتيش لحد دلوقتي؟ اصلك حلوة قوي، اصلي ما شفتش واحدة بجمالك قبل سابق. معقول أنا لسه جميلة وحد رايدني؟ بس إيه الفايدة؟ ده غريب عننا، وعمرهم ما يقبلوا وسطيهم. يا ست نسمة! يا ست نسمة! يا ست نسمة! عاوز يا زرزور! افتح الباب يا ست نسمة! كيه! الباشي مهندس عمر لامم خلقاته ومصمم يسيبنا ويمشي، ولو سبته يمشي ابوك هيطين عشتي. وانت عاوز نعمل له ايه دلوقتي؟ الا تعملي له ايه؟ انت بنت الكبير وكلمتك ليها عنديه احترام. اقول له يقعد معانا بالعافيه اياك. عطنيه شوي عقبال ما تشوف بكر وين. ده لو طلع من هنا مش هنعرف ونعترف فيه. وهو عمر وين دلوقتي؟ طلع على الطريق بخلقاته يشوف عربية تنقله للمركز. طب روح شوف بكري وانا احصل. تسلم يا ست نسمة، بس امانة عليكي تمسكي فيه وتثبتي، ده احنا من غيره نبوظ. وينك يا بكري؟ وكمان عاوزني اثبت فيها زرزور. إن كنت ماشي علشان خايف أقول لأبويا على حصل منك فما تخافش، مش هقوله. وإن كنت ماشي علشان زهقت فأنت حر، لكن من الواجب إنك تستنى الراجل اللي فتح لك بيته وأرضه. شوف يا بنت الناس، أنا ما حصلش مني حاجة تمسك ولا لمستك ولا قلت لك كلمة عفشة. كنت قلت لك يعني إن شفتك، أنا كتمت اللي شفته. اقفل على الموضوع ده، كأنك ما قلت ليش. والله ما كان غرضي أحرجك، أنا كان غرضي أقول يعني يمكن ربنا كشفك لي عشان مكسومالي. أنا ما بطلتش تفكير فيك بالحلال، قلت لنفسي ليه ما تجوزهاش ما دام معتبريني واحد منكم. قلت الواجب يعني أسألك قبل ما تقدم لك. وبعد ما عرفت حكايتي مع همام البنداري وكيف وقف حالي بالزور؟ أنا متعلم يا نسمة مش جاهل، شفت بنات كتير في الجامعة وفي البندر وعرفت واحدة واثنين، لكن ما حصلش نصيب. وزي ما فت معرفتهم باحترام فتهم باحترام، المهم انك محافظة على احترامك. وانت شايف ايه؟ محترمة ولا لا؟ اللي تخجل وتتعصب عشان واحد شافها وهي تسبح في المسجة بخلقاتها تبقى
كبت محترمة. النصيبة بعد كده. انت قلت لي انك كنت واقف وسط الزرع وانا كنت بعصر خلقاتي وسط الزرع. كنت مسطورة وسط الزرع. قول الحق، عينيك بتقول انك بصيت لي. الحق، انا عايز اتجوزك بس خفت اكلم ابوك يقول علي قليل الاصل ويطردني. قلت اخدها من قصيرها وامشي لحالي. انا هقول لامي واذا ابويا وافق هشيع لك مرسال. لو كان مناع هنا كنت وسطته بيني وبين ابوكي. قولي الاول، اديك عرفت حكايتي. انت ايه حكايتك؟ ليه عازب لحد دلوقت وليه مهمل ناسك؟ ابوكي عارف كل حاجه من اول ما جيت. لو في نصيب اساليه هو يقول لك. بجدول اصول يا باشمهندس، عاوز تفوتنا وتمشي من غير ما تقول للكبير؟ ما انا قلت له عيب. وعاوز تفوتنا ليه؟ حد زعلك لا سمح الله؟ لما يجي الكبير حسان هقول له اللي مزعلني، ولو عرف يراضيني هقعد. اكيد هيراضيك، انت غالي علينا قوي. بس قول لي ايه طلباتك يمكن اقدر انا. هو طلب واحد مفيش غيره، يا تعتبروني واحد منكم بحق يا الحق الباقي من عمري في بلد تاني. خبرها فاضل خير. سناجي بعتنا عشان اجيب ست نسمة ووديها للبيت بالعربية، وانت كمان هتيجي معانا؟ لا مش هاد، انا جاهز. قولي لابوي انها بايت هنا مع الرجالة وما تجيبش سيران حكاية صعوبة. انا هبقى اقول مع السلام. مع السلام.